الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة الري في واحة سيوة وكابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس. واشنطن تترقب رد روسيا على تراجعها في المعارك مع أوكرانيا وتدعو لليقظة أمام تحركاتها. وكالة بلومبيرج تتوقع موقف أكثر تشدداً للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن عدد من المسؤولين، حيث اطلع الرئيس على الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. تطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة وتطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجها سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه. كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق، فضلاً عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجهاً سيادته بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبة المقطم، بما في ذلك تطوير شارع 9 الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي بالمقطم. الاجتماع شهد أيضاً استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلاً عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية وحريصة على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة. وخلال كلمته بالدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، شدد الرئيس السيسي على أنه أصبح من الضروري أن تستدعي الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقي وواقعي
لكافة المتغيرات الحالية على المستوى الدولي والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. عقدت بمقر مجلس النواب الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع تحت عنوان ما بعد قمة المناخ COP27. شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر نموذج محاكاة لفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك، فضلا عن طرح الرؤى والحلول لهذه القضايا. احنا كان عندنا فعاليات ضمن المؤتمر الختامي اللي احنا بصدده النهارده، الفعاليات دي امتدت لعدد من الايام، كان اخرهم امبارح كنت موجوده معاهم علشان اشوف البروفه النهائيه ونحاول نشوف، لان احنا ممثلين يعني شقين، شق الحكومه وشق النواب. لما قعدنا وبدات ان انا اتكلم معاهم عن التجربه دي، وبداوا كمان الطلائع يسالوا ايه الواقع بتاعها وازاي اتحولت من حلم الحقيقه، بدانا ان احنا فعلا يعني نعلي احساس الفخر عندنا كلنا، نحس ان احنا فعلا الدولة المصرية بتحاول تزرع فينا حاجة مهمة علشان نبقى موجودين ونتحول من الحلم للحقيقة على ارض الواقع. احنا النهاردة متواجدين في نهاية الفصل التشريعي لبرلمان طلائع مصر، احدى نماذج محاكاة وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة هذه النماذج هدفها الاساسي هو تأهيل النشء والشباب على اعمال مجلس النواب عشان يكون عندنا قيادات شبابيه واعده ان شاء الله يتم الدفع بيهم في مجلس النواب. الجلسه البرلمانيه النهارده ده المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر، ويعتبر احنا بننتظر اللحظه دي من بدايه اول دور انعقاد للبرلمان بعد الانتخابات مباشره. بنبقى كل شغلنا واهتمامنا ان احنا نجهز ملفات، وكل يعني انا هتكلم عن مجلس الوزراء بشكل خاص، يعني كل وزير كان مجهز ملف للوزاره بتاعته عشان نقدر لما نيجي الجلسه دي يكون معانا ردود وإنجاز فعلا تمت بالفعل في الدولة. برلمان الطلائع أو برلمان الشباب هو البوابة السياسية للشباب ولتمكين الشباب، وطبعا زي ما فخامة الرئيس دايما بيأكد على موضوع تمكين الشباب وبنك القيادات وتأهيل الشباب لأنها تمارس الحياة السياسية العامة وتكون مشاركة بدور مثمر في قرارات الدولة واعتمادات الدولة في كل المشاريع، ودايما المشاريع القومية الشباب بيشاركوا فيها. برلمان الطلائع وبرلمان الشباب دي نماذج من اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف تمكين الشباب سياسيا وتطوير معلوماتهم السياسيه، ان هم يصبحوا على علم بالسلطات اهميتها والتحديات كمان اللي بتواجه مصر في الفتره الراهنه. انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي أعلن تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة. أعبر عن خالص الشكر والامتنان لما حظيت به المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية وما زالت، برعاية كريمة ودعم مستمر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدعم دوما العمل العربي المشترك، حيث تم تخصيص مقر المحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وما زالت الخطوات تتوالى توصلا لقيام المحكمة بدورها المنشود. إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان لزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكليات الحربية، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول والتنسيق بواسطة مدير الكلية الحربية، أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق ومراحل الكشف الطبي للطلبة المتقدمين للالتحاق واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة.
وناقش الفريق أسامة عسكر عددا من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مؤكدا على تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين. استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية، وذلك فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث نجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية في حصد الميدالية الفضية في البطولة، وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمباراة النهائية في بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداء مميزا استحقت من خلاله الإشادة والتقدير. ويعد ذلك الإنجاز نتاجا لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عاليا خفقا. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 498 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 106 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة نجحت الوزارة في ضبط قرابة 4 أطنان، فضلا عن ضبط قرابة 102 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. كما تم ضبط 718 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. نظمت وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط، بل استهدفت معها بناء الإنسان. الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. وتفعيلاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، اجيال طالعه في مصر جديده بضحكه جميله ترق القلب. لما نشوف ابطال حالفين يحموا ويبقوا اليوم دين، وليك يا مصر ردوا جميلة وحلوة. نشكر السيد الرئيس السيسي، احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد. كان نفسي اخش كلية الشرطة اتدرب تدريب الضباط. برضو المعسكرات دي تديك امل ان انت تقدر تحقق ده، انت بتعيش زيك زي الضباط، وانت تقدر لما تكبر لو انت حلمك كده تقدر تحققه. البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضية وثقافية وتوعوية وفنية، بما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا النصر، بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة.
استفدت ان انا اصحى في ميعاد، انام في ميعاد، اكل في ميعاد، وبنتعلم كمان الرياضه هنا ان انا اصحى من النوم اعمل رياضه. ما كنتش احلم اجي مكان زي كده، ومكان بصراحه جميل قوي هنا، ويا ريت تتكرر الزياره دي هنا كتير. كلنا واحد خليتني ازور المكان دوت وغيرت فكرتي. انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اجي المكان ده. اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها ان بلدنا حلوه. النهارده كان هو امبارح كان احلى يوم في حياتي. شكرا اللي هو يعني خلينا بيدينا جيل جديد، اللي هو بيدينا امل للحاجه اللي احنا نوصلها. الرحله كانت جميله جدا بس، وعملنا حاجات كتير فيها وانبسطنا من امبارح لحد الان، انبسطنا انبساط جميل قوي. ويا ريت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيبنا تاني واحنا معاه في اي حاجه هو ممكن يعملها. لما تشوف افضل حال اسمع مين في الحياه؟ اي حد اسمعه؟ اي حد اسمعه. اي كلام اسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله، لكن اني اصدقه دي بتاعتي انا بقى. اسمع كلامه للاخر واعرف هو عايز ايه، وبعديها اشوف انا هعمل ايه. اذا كنت هصدقه وامشي وراه، اما مش هصدقه وانا عرفت هو كده عايز مني ايه وابعد عن الشخص ده. أنا لازم أحيي يوسف. تعالى يوسف، أنت عندك كم سنة؟ الحياة بتفتح لك إيديها، ابتدت بفرصة إنك تتنقل من عشوائيات إلى أماكن آدمية الدولة أدركت إن ده دورها وبتوفرها لك، لتتنقل لحياتك أنت. الأطفال دول الحقيقة النهاردة بيتقال لهم جملة واحدة، أنت اللي بإيدك تبني مستقبلك. إحنا ادينا لك الفرصة، أنت هتعمل بيها إيه؟ فكرة عبقرية، فكرة رائعة، بتأكد على أهمية بناء البني آدم جنب بناء الدولة والتنمية المستدامة. نقلنا من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري، وفيه علم وفيه تفكير وفيه كده، بس إزاي أنا من جوايا أتغير في المكان ده؟ يعني أهم حاجة تخلينا أتغير في المكان ده إن أنا أحافظ عليه، وعشان أقدر أحافظ على المكان الجميل اللي أنا كان نفسي أعيش فيه وأحس بحياة جميلة فيه، إن أنا أكون حاسس بقيمة المكان ده، وإن أنا أكون متأكد إن المكان ده كمان 10 سنين هيبقى أحسن أما أنا أكبره أكتر وأكتر. تخيل حضرتك بنتكلم مع الشباب عن الأحلام، حلمك إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده؟ إيه اللي أنت نفسك تعمله في حياتك أو لأسرتك أو لبلدك؟ إحنا جايين النهاردة نعمل حالة من حالات التعايش الفكري، حالة من حالات التعايش مع أفكارهم وحياتهم وأمانيهم. هنقدر أكيد نوجههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حققوا أحلامهم دول، ولكن لازم الأول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم إن أهم ظهر سند ليهم هنكون إحنا، عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول، وهم يعني واثقين إن البلد بكل أجهزتها بتدعمهم. وفي ختام البرنامج، نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. لما تشوف أفضل حال كما تم تكريم المتميزين فنياً ورياضياً وتعليمياً من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين، وشهدت توزيع هدايا عليهم. أنا سيد ياسر من أسمرات. إحنا كنا عايشين في مكان ما كانش عندنا أمل ولا تفكير في بكرة، إنما النهاردة في مكاننا الجديد كان عندنا أمل وتفكير في بكرة. المكان الجديد عرفنا قد إيه البلد بتحبنا. وأنا دينا خالد، ساكنة في أهالينا. إحنا بنتمنى من وزارة الداخلية تعمل لنا كل شهر حاجة زي كده عشان نقرب منهم أكتر ونحب بلدنا أكتر وأكتر. وأنا اسمي يوسف عبد الله، أنا جاي من حي الأسمرات. إحنا كمان خدنا هنا ندوات تعرفنا اختلاف الرأي من غير ما نتخانق، ونتقبل الرأي الصح
حتى لو ما كانش ده رأينا. نحترم بعض ازاي؟ نبادل المسؤولية عشان وطننا وأهلنا يقدروا يعتمدوا علينا. بنوادكم وبنوادك يا سيادة الرئيس إننا هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد. ينضم إلى نشرة التاسعة الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، وزارة الداخلية كما تابعنا نظمت في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، وذلك على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. قراءتك لأهمية هذه المبادرة والدور الذي تقوم به مجتمعيا بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة؟ هو طبعا في البداية دي مبادرة مهمة جدا، والمبادرة دي بتهدف إلى إيصال طبعا بس روح الولاء والانتماء والتضحية داخل أجيال جديدة من أبناء الوطن. طبعا احنا شفنا كان في أكثر من زيارة من نظمتها وزارة الداخلية لأبناء المناطق الجديدة اللي هي زي الأسمرات وغيط العنب في اسكندرية وخلافه، إلى أكاديمية الشرطة من قبل، وإلى في الاسكندرية في النادي الرياضي في قوات الشرطة في الاسكندرية. طبعا كل ده الهدف منه إن احنا بنحاول إن احنا الدولة المصرية بتسعى في الوقت الحالي إلى إنها خلق جيل جديد من المواطنين لديهم الوعي، لديهم القدرة على المعرفة، لديهم القدرة على مواجهة الفكرة. دلوقتي في مرحلة بناء المواطن المصري وبناء الشخصية المصرية بشكل سليم. طبعا ده دور بتقوم به في الوقت الحالي أو بتساهم به طبعا وزارة الداخلية من خلال المعايشة اللي تمت على مدار 3 أيام دول، وأيضا اللقاءات اللي قبل كده اللي تمت في أكاديمية الشرطة وفي اسكندرية. احنا شفنا طبعا ان الدور اللي قدرت تقوم به الدولة في القضاء على المناطق العشوائية والمناطق الغير آمنة في مصر، ودي كانت آفة داخل المجتمع المصري، وقدرت الدولة انها تقضي عليه تماما، وتم نقل المواطنين الى مناطق امنه. احنا ونقل المواطنين الى مناطق امنه، احنا ما بنغيرش مساكن وما بنغيرش اماكن هم بيعيشوا فيها، الدوله بتغيرها، لا، الدوله بتغير ايضا شخصيه المواطن المصري من سلوك عشوائي يقطن في منطقه عشوائيه غير امنه غير صحيه الى منطقه امنه وصحيه
بتوفر له الملاعب وبتوفر له المراكز الثقافية، بتوفر له أيضا الفكر السليم والرؤية السليمة. وطبعا مساهمة وزارة الداخلية إنها تبتدي تستضيف قاطني تلك المناطق، طبعا ده زي ما بقول لحضرتك ده شيء مهم جدا في إعادة بناء الشخصية المصرية وبنائها بالشكل السليم والحقيقي للأجيال الجديدة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. استكمالا لأعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة وتزامنا مع الغلق الكلي لنفق باقي زكي بشارع 90 الجنوبي، الأمر الذي يتطلب تخفيف أحجام المرور وذلك بغلق مطلع كوبري المشير 90 بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع 90 الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبري 90 من الطريق الدائري القادم من مناطق المعادي لمدة شهرين. هذا الأمر الذي يتطلب توضيح طريق أو طرق بديلة وذلك على النحو الآتي: القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه استخدام مداخل التجمع الأول مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين، مدخل الحي العاشر إلى محور السادات ومنهم إلى شارع 90 الشمالي والجنوبي، أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى 90 الجنوبي. أما القادم من الدائري من اتجاه المعادي عليه استخدام مدخل محور جمال عبد الناصر ومنه إلى شارع الشويفات إلى 90 الجنوبي، أو الاستمرار على الدائري واستخدام محور مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي. من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة، وتم وضع اللافتات الإرشادية الدالة على اتجاهات الحركة للمساعدة الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. وإلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إنه ليس من الواضح كيفية رد روسيا على تراجعها في المعارك مع أوكرانيا. وخلال زيارته لقاعدة أمريكية في بولندا، شدد ميلي على ضرورة اليقظة المستمرة من التحركات الروسية وذلك في ظل تطورات الأوضاع الميدانية في أوكرانيا. قال النائب الأول الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، قال إن إمداد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة يجعلهم شركاء في جرائم أوكرانيا ضد المدنيين بحسب المسؤول الروسي. أشار بوليانسكي إلى خطورة مواصلة دول الغرب إمداد الجيش الأوكراني بأسلحة المدفعية والأنظمة الصاروخية بعيدة المدى. decided to escape the conversation, which only aggravates our doubts and concerns. وصف المدير العام لشركة روس آتوم الروسية الحكومية أليكسي لخاتشاف بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بأنها مسيسة. وأشار مدير روس آتوم إلى إدراك خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطرف الذي يقصف محطة زابوريجيا، مضيفا أن الخبراء ينقلون ما يحصلون عليه من معلومات إلى مقر الوكالة في فيينا ويضيفون إليها عناصر سياسية في مرحلة ما بحسب تعبير المسؤول الروسي.
قال خبراء اقتصاديون في مسح لبلومبرج إن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشيرون إلى موقف أكثر تشددا في الاجتماع القادم، إذا ستصل أسعار الفائدة إلى 4% بحلول ديسمبر. وقد توقع المسح أن ترفع اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة الأربعاء القادم بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين 3% و3.25%. وأشار المسح إلى أن ذلك يعكس معركة أكثر صرامة ضد التضخم بعد أن جاء نمو أسعار المستهلك الأساسية في أغسطس أعلى من المتوقع. أكدت الحكومة الإيطالية أنها تبنت حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو، وذلك لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. وأوضح وزير الاقتصاد والمال الإيطالي أنه تم إنفاق 52 مليار يورو حتى الآن، وأن إجمالي المساعدات بلغ 66 مليار يورو. تواجه إيطاليا العديد من الأزمات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نسب التضخم، حيث أكد المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي ارتفاع نسب التضخم في إيطاليا في شهر أغسطس الماضي بنسبة 8.4%، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985. هذا وتواجه روما ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والغاز قدر بنسبة 44.9%، وأيضا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 10.4%، والسلع المعمرة بنسبة 4.2%. الحكومة الإيطالية قامت بحزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء الإيطالي على أن يمدد خلال الفصل الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات التي تستفيد من ضمان الدولة على القروض والتي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها، كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى نوفمبر المقبل. كما ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة، ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20,000 يورو بما فيهم المتقاعدون، وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص. القطاع الزراعي سيستفيد من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية. رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعلن أن حكومته تبنت مطلع أغسطس حزمة من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو تضاف إلى 35 مليار يورو تم صرفها حتى الآن من قبل الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار. وبهذه الحزم من المساعدات تصبح إيطاليا من بين الدول الأكثر إنفاقاً في أوروبا لتفادي أزمة الطاقة. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من استخدام الفحم ابتداء من العام 2026 في إطار سلسلة تعهدات تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، وذلك بحلول عام 2060. يأتي ذلك بينما زادت الصين من إنتاجها من الفحم في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ونقص موارد الطاقة وازدياد أسعار النفط والغاز. وقد أمرت السلطات الصينية منتجي الفحم بزيادة طاقتهم الاستخراجية بمقدار 300 مليون طن خلال عام 2022، أي ما يعادل شهرا إضافيا من إنتاج الفحم في البلاد خوفا من نقص الطاقة. نشرتنا متواصلة، نتابع فيها. بايدن وزوجته يلقيان النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الملكة إليزابيث الثانية كانت بمثابة مثال على الكرامة ومفهوم الخدمة الوطنية أثناء توقيعه في كتاب التعزية بعد إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة البريطانية الراحلة في ويستمنستر. أثنى بايدن على الملكة إليزابيث الثانية وقال إنها كانت دمثة الخلق وكانت تمثل الشرف، معربا عن تعاطفه وبلاده مع العائلة البريطانية المالكة. انتقدت وزارة الخارجية الأدرية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد اتهامها لباكو بإشعال فتيل النزاع الحدودي مع أرمينيا. كانت بيلوسي قد أكدت دعم الولايات المتحدة للحكومة الأرمينية وأكدت التزامها بأمنها، محملة باكو مسؤولية المواجهات العسكرية في ناغورنو كاراباخ. اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي ليشمل التزود بطائرات مقاتلة حديثة. أكدت الوزارة أنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة اعتبارا من العام القادم بتكلفة تزيد عن 108 مليارات دولار تايواني، وذلك لمواجهة طلعات صينية متكررة بطائرات مسيرة بالقرب من جزرها البحرية. أدت القاضيات الجدد اليمين القانونية بدار القضاء العالي، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب والنائب العام المستشار حمادة الصاوي. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، خاصة تولي وظائف الجهات والهيئات القضائية، مضيفا أنه نفاذا لهذا الالتزام الدستوري كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة أن يكون تمثيل المرأة في القضاء والنيابة العامة جديا ومتكافئا. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة ألف ودرجة رئيس محكمة باء ودرجة قاضي بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. اليوم نحتفل بجيل آخر من قاضيات مصر وبعدد يفوق الأجيال السابقة. ينص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق الخاصة، وخاصة في تولي وظائف الجهات والهيئات القضائية. ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري كان موقف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة أن يكون تمثيل المرأة في القضاء والنيابة العامة تمثيلا جديا ومتكافئا، فهو موقف للرئيس يحمد عليه من ضرورة تنفيذ أحكام الدستور. وبالأمس واليوم نرى ثمار هذا الالتزام وقيام السيد الرئيس بالحث على تنفيذه سواء في القضاء أو النيابة العامة أو في مجلس الدولة. هو أكيد شعور طبعا بالفخر جدا يعني، وأكيد أنا مبسوطة جدا إن أنا خدت الخطوة دي، وإن أنا من ضمن طبعا القاضيات العظيمات اللي تولنا لمنصة القضاء في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بوجه كل الشكر والتقدير ليه طبعا، لان هو اللي اتاح لينا الفرصه ان احنا نبقى في المكانه دي، وان شاء الله باذن الله نكون قد المسؤوليه دي. احنا طبعا ما جيناش هنا من يوم وليله، احنا جينا هنا طبعا بعد جهد وشغل كتير، اشتغلنا كتير قوي على نفسنا عشان نوصل للمكانه دي المرموقه اللي احنا فيها النهارده. ان شاء الله باذن الله نبقى قد المسؤوليه دي باذن الله. في البدايه بنحب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمراه المصريه في كافه المجالات، مش في مجال القضاء بس، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه. طبعا النهارده يوم مميز جدا لنا كلنا حاجه جديده بالنسبه لنا، ومبسوطين جدا جدا باللي احنا فيه. وطبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته فينا وان هو مكننا من القضاء، وان شاء الله اكيد ان شاء الله هنكون قد المسؤوليه دي. وطبعا ده حدث جلل النهارده، مبسوطين بيه جدا وربنا يوفقنا ان شاء الله فيما هو قادم. النهارده طبعا كان احتفاليه عظيمه جدا بمناسبه حلف اليمين. احنا بنشكر فخامه الرئيس على الخطوه الجميله ديت اللي حققت احلام كتير قوي قوي مننا، واصبحت المراه المصريه يعني بتدخل في كل المجالات حتى القضاء، اصبحت العداد
كبيرة الحمد لله، ويا رب دايما كده المرأة تتولى المناصب القيادية زي القدر. شهدت قرية بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية انطلاق فعاليات البرنامج القومي للطلائع، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية للطلائع أنت الحياة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك ضمن جهود تطوير وتنمية الريف المصري وإنشاء شبكة طرق ومدارس بهذه القرى. جهود متواصلة لم تنقطع منذ اليوم الأول لمبادرة أنت الحياة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم خدماتها الإنسانية بمحافظة الشرقية. فهذا العدد الكبير من المواطنين أقبلوا على عيادات القوافل الطبية التي تقدم الكشف المجاني في أغلب التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالتعاون مع الجامعة البريطانية التي تنفذ بروتوكول التعاون بينها وبين حياة كريمة، وسط ترحيب من المواطنين بهذه الخدمة الطبية. احنا النهاردة جايين معنا قسم الجراحة، قسم علاج اللثة، قسم الأطفال، قسم التقويم، عشان ان احنا نحاول نقدم مساعدة قدر المستطاع للأطفال اللي هم بعيد شوية عن ان هم يقدروا يجولنا. احنا النهاردة بنحاول كقسم التقويم ان احنا نوفر حافز مسافة، ده بيبقى حاجة محتاجة شغل معمل وكده، فاحنا النهاردة ان شاء الله هنحاول ان احنا ناخد مقاسات الاطفال اللي هم محتاجين لحافز المسافة، بان دي حاجة مهمة جدا، ونحاول ننفذها النهاردة ونسلمها لهم في خلال الساعتين الثلاثة اللي جايين دول ان شاء الله. نشكر السيد الرئيس على اهتمامه بقرى بحر البجر والاهتمام الزياد بيها بالذات في المجال الطبي، لان احنا هنا يعتبر مش واخدين حقنا في المجال الطبي مظبوط، فمبادرة السيد الرئيس بالنسبة لنا ممتازة. أما هنا فسخر المتطوعون أوقاتهم بتعليم الفتيات والسيدات هذه الحرف اليدوية بهدف تأهيلهن لسوق العمل وإتاحة فرص عمل لهن بمشاركة وزارة الثقافة، والتي لاقت ترحيبا وإقبالا من الفتيات عليها. المبادرة تمثل تضافر لكل الكيانات والمؤسسات في الدولة تحت رعاية معالي فخامة رئيس الجمهورية، مشاركة الهيئة العامة للثقافة ومؤسسة لوزارة الثقافة خاصة فيما يتصل بالنشاط اللي احنا بصدده دلوقتي. دي مجموعة من الحرف والورش التراثية بتنظمها الهيئة، عدة أهداف، جزء منها ليه علاقة أصيلة بفكرة الهوية الثقافية والتراث الثقافي والحفاظ عليه بما أننا وزارة الثقافة، جزء آخر ليه علاقة بأن احنا بنحاول نوجد فرص عمل ونخلق فرص عمل وإمكانية زيادة الدخل لبعض المتدربات. المبادرة استطاعت أن ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال خلال العروض الفنية والرياضية التي قدمها المتطوعون في مركز الشباب، وهو أحد أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة ليجمع بين مشروع معماري وإنساني. احنا طبعا موجودين النهاردة في مركز الشباب بحر البقر، ضمم عدة أنشطة منها الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية. الأنشطة الرياضية طبعا من طبع الشباب والرياضة، أنشطة خاصة بكرة القدم وخاصة بكرة القدم وخاصة بجميع الأنشطة الرياضية والكاراتيه والأشياء دي الرياضية. أما الأنشطة الفنية منها بعض معرض الكتاب والأعمال الحرفية، وفي عندنا مسرح الطفل طبعا ضمن عدة أنشطة منها يعني نتكلم ممكن معرض العرايس، ومنها بعض الأنشطة العديدة في عروض فنية ومسابقات للأطفال. إنه حياة كريمة فتحت الملاعب وعملت لنا بيوت والحمد لله إحنا قعدنا في مستوى حلو بفضلها، والحاجات اللي هي عملتها ديت فضل كبير لإلنا، وإحنا بنشكر سيادة الرئيس على الحياة ديت والحياة كريمة ديت، والحياة دي صراحة حلوة جوا. بشكر حياة كريمة لأنها عملت لنا الملعب، بسم الله ما شاء الله عملت لنا حفلة، وأنا بشكرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا الأول كنا بنلعب في الشارع، ساعات كنا بنلعب في السوق، عملت لنا البيوت وبسم الله ما شاء الله. تواصل مبادرة أنت الحياة تنفيذ فعالياتها بقرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية حتى الخميس القادم، والتي تشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة استطاعت أن تؤكد أن لها من اسمها نصيبا، فكما وضعت يدها على الأرض لبنائها وتعميرها، كانت اليد الأخرى لبناء وتنمية الإنسان ثقافيا واجتماعيا وصحيا ورياضيا، في رسالة تؤكد توجه الدولة نحو الاهتمام بالمواطن رافعة شعار أنت الحياة.
من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية محمود جميل، التلفزيون المصري. استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودة عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية ضمن فعاليات زيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ لتفقد مركز المؤتمرات الدولية ولتفقد عدد من الفنادق في إطار الاستعدادات لمؤتمر كوب 27 تغير المناخ. أكد المحافظ أن هذا اللقاء يأتي لإلقاء الضوء على الجهود المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال مصادر الطاقة المتجددة واستخدام وسائل النقل المنخفض الكربون، والمبادرة الرئاسية لزيادة الوعي البيئي اتحضر للأخضر. اتكلمت على اللي بيدور في شرم الشيخ دلوقتي بالحقيقة على مدار ساعة ونص، بقالنا ساعة ونص دلوقتي في الحقيقة، واللقاء رائع وفهمه اللي بيدور واللي بيتم وازاي شرم الشيخ بتتحول لمدينة خضراء، ومش خضراء وبس، خضراء وبعدين ذكية وبعدين مؤمنة، ثلاث حاجات شرم الشيخ دلوقتي بتتحول للثلاث حاجات دي في الحقيقة. شرحنا ازاي بقت خضرة، شرحنا ازاي بنأمنها، ازاي شرحنا، يمكن اتكلمنا على الخريطة، ازاي بنأمن شرم الشيخ، ازاي بنأمن المكاتب، ازاي بنأمن الديوان العام الجديد اللي احنا بنعمله، كل دوت اتشرح للجميع. الحقيقة الزيارة دي لجميع سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة لها أهمية خاصة، لأن احنا على وشك الانتهاء من مفاوضات ما بين أطراف الجهتين في بدء تشغيل خط طيران مباشر ما بين القاهرة وسان باولو في البرازيل، وده من شأنه أنه هيفتح آفاق كبيرة جدا لتعميق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في مجال السياحة ومجال العلاقات الثقافية إلى آخره. افتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف معرض أهل المدارس بأرض المعارض بحي المنتزة تحت عنوان العودة للمدارس. وأكد محافظ الإسكندرية على أن كافة المعارض هذا العام شملت كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي للطلاب، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية. والآن مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الاقتصادية في التاسعة، نتابعها مع ميرفة المليجي. إليك ميرفة. شكرا نهى، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. شاركت مصر في اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات، من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، وكذلك مخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا استمرار التطوير الذي تشهده منظومة البوتاجاز في مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب قابلتها مشتريات للمستثمرين المصريين. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 676 مليار و600 مليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10079 نقطة وأغلق عند 9763 نقطة متراجعا بنسبة 3.13%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند 2267 نقطة وأغلق عند 2114 نقطة متراجعا بنسبة 6.67%. التراجعات امتدت إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي فتح عند 3223 نقطة وأغلق عند 3036 نقطة متراجعا بنسبة 5.78%. نتحول إلى أسواق الخليج، حيث تراجعت مؤشرات أسواق الخليج بشكل كبير إذ ضغطت مشاكل النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط وأثرت على تعاملات المستثمرين مع ترقب الأسواق لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، وهو ما قد يؤدي إلى ركود وانخفاض الطلب على الوقود. وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2.2% ليواصل سلسلة الخسائر المستمرة منذ 4 أسابيع. وفي الكويت هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 28%، فيما تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 5%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام ونوى إليكم. شكرا ميرفت. اجتاح إعصار أنان مادول جزيرة كيوشو اليابانية مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية من تعرض المنطقة لرياح عاتية وأمواج شديدة لم يسبق لها مثيل. قالت وكالة الأرصاد الجوية إن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية، محذرة من خطر فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية. رياح عاتية وأمواج لم يسبق لها مثيل، هكذا أصبح الحال في جزيرة كيوشو اليابانية التي اجتاحها الإعصار نانمادول الذي جاء مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 270 كيلومترا في الساعة. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت إن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية، محذرة من خطر فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية. هذا الإعصار الذي صنفه مركز التحذير من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية بأنه إعصار عملاق، أجبر سلطات المنطقة على إغلاق المتاجر، كما أوقفت شركات السكك الحديدية القطارات وألغيت عشرات الرحلات الجوية. كانت السلطات اليابانية قد حثت نحو 2 مليون شخص على ضرورة البحث عن ملاجئ قبل وصول الإعصار، وهي من المرات النادرة التي تصدر فيها وكالة الأرصاد الجوية تحذيراً خاصاً من هذا النوع. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصدرت فيه الوكالة الجوية اليابانية أعلى حالة كاغوشيما، وهو تحذير يأتي عندما تتوقع الوكالة ظروفاً مناخية لم تشهدها البلاد إلا مرة واحدة على مدى عقود. وتشهد اليابان نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطارا تزايدت حدتها في السنوات الأخيرة، وهو ما يرجعه العلماء إلى تغير المناخ الذي يؤدي إلى زيادة شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات وكذلك الجفاف في بعض المناطق. والآن نتحول إلى أهم أنباء الرياضة في نشرة 9. إلى ميرفت المليجي، نتحول مرة أخرى إليك ميرفت. شكرا لكم مجددا وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا القائمة النهائية للمنتخب في مباراتي النيجر وليبيريا الودتين والمقرر لهما يومي 23 و27 من سبتمبر الجاري، حيث جاءت القائمة على النحو التالي.
فاز الزمالك على مضيفه إلكت سبورت الشادي بهدفين نظيفين في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. هدف الزمالك حمل توقيع كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والفريق الشادي يوم الأحد المقبل في القاهرة. فاز الزمالك على الكويتي بنتيجة 23-20 في الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد والمقامة في تونس. بتلك النتيجة يتصدر الزمالك المجموعة الثانية، حيث تغلب أمس على الترجي التونسية بنتيجة 34-28. اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية لكيك بوكسينج والذي ينظمها الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بالبحر الأحمر، وأقيم حفل الختام وتوزيع الميداليات والكؤوس والدروع على الفائزين في منافسات الكيك بوكسينج في نهائي الحفل. استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزها على مضيفه برينتفورد بثلاثية 3 أهداف نظيفة في الجولة الثامنة من المسابقة. بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع. خسر يوفنتوس من مضيفه مونزا بهدف دون رد في الجولة 7 من الدوري الإيطالي. بهذه النتيجة تجمد رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الثامن، بينما رفع مونزا رصيده إلى 4 نقاط في المركز 18. نهاية أخبار الرياضة وعودة لنهى وريهام إليكم. شكرا جزيلا لك مرفت. انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15. يقام المهرجان بمشاركة أكثر من 30 فرقة تتمثل في الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر. تحت شعار رسالة سلام إلى العالم، انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 15، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 24 من سبتمبر الجاري. مهرجان سماع الدولي دي الدورة 15، بيقام المهرجان في الفترة من 17 إلى 24 على مسرح السور الشمالي وفي قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري والمتحف الأديان. هتقام في احتفالية دولية كبيرة بتجمع بين التراث القبطي والإسلامي. فلسفة المهرجان التسامح، المحبة، السلام، رسالة السلام إلى العالم من خلال الورشة اللي بيعملها الفنان انتصار عبد الفتاح للتأكيد على التواصل الإنساني بين شعوب العالم وبين كل الفرق والثقافات المختلفة اللي موجودة معنا في المهرجان. هذا الحوار الثقافي البديع بيدل على صورة مصر الحضارية والثقافية اللي بنصدرها للعالم من الأماكن التاريخية الجميلة ومن المنتج الفني المصري المتفرد إلى العالم كله. I am singing with my group. أنا سعيدة جدا لمشاركتي في هذا المهرجان، فهي فرصة رائعة لتبادل الثقافات ونقل ثقافة دولتي، هو شيء ممتع جدا. المهرجان يقام بمشاركة أكثر من 30 فرقة تمثلوا في الفرق المصرية إلى جانب فرق من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما تشارك كندا لأول مرة هذا العام، وذلك وسط إقبال كبير من الجماهير للاستمتاع بالأجواء الروحانية والتراثية. مهرجان رائع وجميل لأنه بيشمل فرق كتيرة جدا من بلاد كتيرة جدا، ما
من 3-4 قارات في العالم. الجميل بقى هنا في مهرجان سماع انه هو بيقدم موسيقى روحية، سواء كانت أناشيد، مديح، قصائد صوفية جميلة أنا بحبها جدا، ترانيم مثلا. التنوع الثقافي ده بيبقى جميل، بيخلي الواحد في حالة من السعادة كده. تراث الإنشاد الديني والإنشاد الصوفي حاجة ممتازة جدا في البلد، وحاجة جديدة جدا إن جميع التجمع الفرق مصرية على مغربية على سورية، دي حاجة طبعا حاجة ممتازة يعني. يهدف مهرجان سماع الدولي إلى إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة، مما يساعد على نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب، بما يعكس مكانة وريادة مصر الحضارية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. نتحول إلى أخبار الطقس في نشرتنا، ونعود مرة أخرى إلى ميرفة المليج. إليك شكرا ميرفة. ريهام، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا هذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 32 والصغرى 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-21، بورسعيد 30-24، الإسماعيلية 33-22، السويس العظمى ستكون 32 والصغرى 23، العريش 31-22، طابة 31-23، شرم الشيخ 35-27، الغردقة 35-26، الأقصر العظمى 36 والصغرى 22، أسوان 37-23، الوادي الجديد 37-20، شلاتين 35-26، وأخيرا حلايب 32-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. Improving nutrition, promoting healthier living, and expanding access to water. We can start scoring for the gold by ensuring education for all,
by achieving gender equality and empowering all women and girls. By empowering individuals through decent work, innovation, and infrastructure. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا، إلى عناوينها. الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة الري في واحة سيوة وكابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس. واشنطن تترقب رد روسيا على تراجعها في المعارك مع أوكرانيا وتدعو لليقظة أمام تحركاتها. وكالة بلومبرغ تتوقع موقفاً أكثر تشدداً للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا نوح؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. كم الشائعات غير طبيعي اللي بيطلق من امبارح وانت شغال في فرد الشائعات، ده الواحد تعب من كتر والرد الشائعات عليها. حقيقي لازم نجيب شوال شائعات نحطه جنبنا نقعد نفرز فيه. ما هو مش كده يعني، ما هو ده دليل على نجاح الدولة وعلى نجاح كل ما تنفذه الدولة. يعني ما عندهمش شغل تاني غيرنا؟ أوه. ده اكل العيش يعني. أوه. ماشي، شكرا يا ريهام. شكرا يا نوها، واستاذنكم نبدا فقراتنا.